أقول الأستاذ لحسن قحمو، مس لحسن قحمو، قيدوم الجامعة الصيفية ورئيس الجامعة الصيفية يعني في واحد الوقت، ويقول لتذكير فإن الجامعة الصيفية هي أول مؤسسة مدنية طرحت القضية العبرية في المغرب في دورتها الثانية أي 1982 التي منعتها السلطة، فألقى السيد سيمون ليفي محاضرته بمنزل الرئيس آنذاك فقط للتاريخ. فرصة سعيدة تجمعنا فيها الجامعة الصيفية بأكادير لتطرح موضوعا هو منصول بانشغالات هذا الإطار الأمازيغي التقدمي المدني العتيق، لموضوع ندوة اليوم هو أسئلة تدبير التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب. هذا الموضوع سيقاربه وسيساهم في تفكيكه ومناقشته مجموعة من الأسماء الأكاديمية التي اشتغلت بهذا الموضوع وساهمت فيه في النقاش العمومي أو العمل الأكاديمي أو العمل الثقافي والفني، وفاعلين مدنيين كذلك، وستكون حتى نسبة من المساهمة بالنسبة للمتتبعين من خلال تدخلاتهم وأسئلتهم التي ستنقل مقتضبة إلى الأساتذة. في هذه الندوة يشارك معنا الأستاذ محمد حاتمي اللي هو أستاذ التاريخ بجامعة محمد بن عبد الله بفاس. مرحبا أستاذ حاتمي. قبل أن أفتح النقاش في الموضوع أود توجيه تحية كذلك للأستاذة مالكة بوطالب الطالبة الباحثة التي ستساهم من الخلف في هذا النقاش من خلال تجميع وتركيب وتقديم أسئلة المتابعين على الصفحة، وكذلك للطاقم التقني الذي يسهر على جودة هذا اللقاء في الجانب التقني ديالها اللي على رأسهم السي أحمد اليديب. أجدد الشكر للأساتذة على تلبية الدعوة، وأذكر أن الأستاذ محمد الدحمان أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة بن طفيل كان من المفترض أن يساهم معنا، ربما هناك مانع نتمنى أن يكون خيرا ونتمنى أن يلتحق الأشغال هذه الندوة. أجدد الشكر للجامعة الصيفية على هذه الفرصة المتاحة، أجدد الشكر للأساتذة، وأنطلق من الأرضية التي تعكس في نظري بعد الاطلاع عليها عمق الاهتمام ديال الجامعة الصيفية، تعكس مجمل الأفكار التي كانت تروج فيها والتي ألخصها في فكرتين قد تبدوان جدليتين ولكن هما متكاملتين في نظري، حيث تقول الأرضية بأنه الاعتراف بالتعدد الثقافي والتنوع اللغوي في المغرب جاء نتيجة لخطاب علمي ثقافي طبعا أكاديمي أولا، بالإضافة إلى عمل ميداني مدني ديال الجمعيات، ولكن لم يكن هذا المسار سهلا بل مر بعدة انعطافات واصطدامات وارتجاجات. اليوم الجامعة الصيفية من خلال أرضيتها تطرح سؤال عريض أو ضرورة قصوى، هي الحاجة إلى تغيير في استراتيجيات السلطة تجاه هذا التعدد وهذا التنوع من خلال محطتين مترابطتين، أولاً تقييم والتفكير في المنجز أو الحاصل اليوم وحصيلات هذا العمل الفكري وهذا العمل المدني وهذا الانعطافات شنو عطتنا في المغرب اليوم، والانطلاق من هنا للتفكير في أسئلة عريضة للحداثة التي تؤمن بفكر يعني لهذا البعد ديال التعدد والتنوع فيه محوري، ولكن تطرح كذلك ربما للضرورة الأرضية تطرح الجوانب المرتبطة بالجانب الإجرائي من عمل الدولة لا سيما على مستوى القوانين والسياسات العمومية التي في نظر الجمعية وفي نظر وضع الأرضية يجب أن تترجم التعدد والتنوع في المغرب. لتطرح الأسئلة التالية: كيف يمكن الانتقال من خطاب المشروعية إلى مستوى الفعل المؤسساتي والإجرائي في تدبير التعدد اللغوي والثقافي في المغرب؟ ما هي التصورات العلمية الكفيلة ببلورة المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة في سن سياسات لغوية وثقافية منصفة لهذا التنوع وناجحة في تدبيره وتحيينه؟ كيف يمكن تدبير هذا الواقع الاجتماعي والمقتضى القانوني في بلورة مداخل جديدة للتنمية الثقافية الاجتماعية والانفتاح الهوياتي والقيمي في المستقبل؟
أسئلة أعتقد أنها تجاوز بين الجانبين دائما، الجانب الفكري الأكاديمي النظري والجانب العملي الترافعي النضالي، ليبسط رأيه عفوا ورؤيته كذلك لمجمل ما جاء في الأرضية وفي هذا التقديم. فليتفضل سي محمد حاتمي. مشكورا، أذكر أنه أستاذ التاريخ بجامعة محمد بن عبد الله فاس، متخصص في تاريخ الجامعات اليهودية. مرحبا سي أستاذ حاتمي. أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر للقائمين على هذا المنتدى، على الدعوة، وقبل ذلك أن أنوه بالمبادرة وبأصحابها، لا سيما وأن الموضوع مقترح حمال للمعاني ومفعل مفعم بالغايات والمقاصد من أجل بناء مغرب مواطنين بعيدين عن كل تشنج و فخور وقوي بمقومته الأساسية. وأود أن أفتح هذا النقاش بالتشديد على أنه من دلائل تميز الشخصية المغربية في علاقتها بماضيها وإرثه واستشرافها للمستقبل الإيمان بالتنوع ومزاياه وفضائله. وهذه المسألة يمكن أن نجزم بأنها مشتركة بين الفاعلين السياسيين الاقتصاديين والثقافيين. وأود هنا أن أتحدث عن الرافد العبراني الذي في بلادنا المغرب نتحدث عنه من دون أي عقدة كومبلكس، ولا محاولة الإنكار، لا يعني ستيغماتيزاسيون، ولا النفي يعني للدني، بل هناك منحة للفخر والتفاخر بهذا المعطى. حدثني أحد الأصدقاء التونسيين الذين شاركوا في صياغة الدستور التونسي الجديد بعد أحداث 2011، عندما طرحت في تونس مسألة إثارة الرافد العبراني، رفض أصلاً الاقتراح لأسباب لا من الصعب تحديدها. ذلك عندما في آخر لقاء انتخابي لرئاسة تونسية، الرئيس الجديد كان قد قطع حديث بشكل صارم عن رافد العبراني، في حين أننا في المغرب لا نجد أي حرج، بل نتفاخر بأننا كنا إلى حد قريب بلدان يعتبر أول بلد يهودي يعني أو من حيث العدد على العالم العربي والعالم الإسلامي. وحتى الآن لم يبقى في المغرب سوى 5000 يهودي، فهو أكبر عدد في العالم العربي الإسلامي. الدولة المغربية منذ وقت مبكر، خاصة من بعد أحداث التي عرفها المغرب من بعد 75 وصعوبات التي واجهتها الدولة في إتمام الوحدة الترابية، انتبهت في شخص حسن الثاني إلى أهمية الرافد العبراني. وبعد صمت دام منذ تقريبا 63 حتى 77، وعيد الاعتبار لهذا الرافد من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات العلمية، دخول المغرب سرا ثم علنا مسلسل السلام العربي الإسرائيلي ثم الإسرائيلي الفلسطيني، وتبين بالملموس أنه الرافد العبراني مهم جداً. أولاً لأنه تاريخياً اليهود لعبوا أدوار مهمة في تاريخ المغرب، أولاً على مستوى الانتشار على مجموعة التراب الوطني، كذلك لأنهم قسموا المسلمين نفس التقاليد تقريباً، خاصة ما له علاقة بالأموات الشعبية، لأنهم لعبوا حاسمة وحيوية في المسارات الاقتصادية سواء في الإنتاج والتوزيع أو ربط العالم الخارجي، ذلك لأنهم بحكم وجودهم داخل المدينة سواء في الملاحات أو في البوادي بلاد كانت لهم روابط مع مجموعة سكان. وهنالك إشارة دائما أحب أن أذكرها، ومثلا مسلسل حديد دان، شخصية سيدي إرياش اليهودي الذي هو جزء من القبيلة، ناقشه في جميع المسائل الحاسمة. وكذلك لأن هذه الجماعات
متنوعة استفادت من استقلالية قضائية وتدبير. أشير مثلا إلى أنه مؤخرا 2003 قانون الأسرة الصدر لباجة ديالو يؤكد على أن هذا القانون لا يهم إلا المسلمين، أما اليهود مغاربة فيحتكمون إلى الشرع المساوي. يعني المسألة مسألة استقلالية لهذه الجماعات في التدبير الشرعي القضائي والداخلي. وفوق هذا وهذاك، وهذا هو المهم الذي أريد أن أثيره، أنه حتى اليهود الذين هاجروا جماعة من المغرب واستقروا في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل، حيث أنه واحد من أصل ستة إسرائيلي ومن أصول مغربية، هؤلاء الناس على عكس اليهود الأشكناز احتفظوا بروابط قوية مع الوطن الأم، ذلك أن الأمازيغية لغة والعربية كلغة ما زالت تعلم للأطفال سواء كانوا أبناء أو أحفاد. الأعراس والتقاليد قاموا على نفس ما يقام به في المغرب، ثم هنالك كل سنة حوالي 30,000 يهودي على الأقل 30,000 يهودي يقومون بزيارات دينية في مناسبة الهيلولة التي تصادف عموما شهر ربيع هذه السنة، لم تقم لأسباب تعرفونها، ولكن كل سنة تستخدم حوالي 30,000 يهودي يأتون من العالم لزيارة الأولياء الصالحين والتبرك به وزيارة الله. المهم الذي أود أن أشير إليه وأنه في المغرب الموضوع مفتوح، بدليل أنه كل سنة تقريبا سواء على مستوى الإجازة مثلا على جامعة فاس، على مستوى الإجازة أو على مستوى الماستر، فعندنا على الأقل حوالي 5 إلى 6 يعني بحوث أكاديمية تستوفي الشروط على الأقل الدنيا، شروط في الكتابة وفي البحث حول جماعات اليهودية. يعني المشكلة أنه يعني متداول، في حين أنه غيب الموضوع في السنوات الستينات السبعينات والثمانينات. هذا أول. ثانيا أنه بالنسبة لجميع حسابات الدولة المغربية سواء في الخارجية أو الداخلية، فهي دائما تعطي أهمية يعني العنصر اليهودي، بدليل أنه جميع اللجان الاستشارية أو الدستورية التي يعينها الملك أو يعينها الحكومة دائما تراعي أن يكون فيها على الأقل ممثل واحد للجماعات اليهودية. وثالثا على مستوى القنصليات والسفارات فهنالك عمل جاد، وأنا يمكن أن أشهد على ذلك، في أنه يعني كلما كان هنالك حفل أو نوع من الاستنفار فإن اليهود المغاربة والأصول المغربية أو المغاربة يستدعون ويطلب منهم أن يكتفوا من الجهود لنصرة قضايا المغربية، ليس فقط قضية الصحراء المغربية وكذلك قضايا أخرى، مثلا في الاكتتاب الأخير لجائحة كورونا الذي يعود الفضل فيه لصاحب الجلالة إلى الدعوة إليه، فهناك كثير من الأعطيات التي أتت من أغنياء يهود مساهمة منهم في دعم الشعب المغربي. مسألة أخرى أود أن أشير إليها، وطبعا هذه المسألة بصلب الموضوع، نرى هنالك شحا وتقصيرا المقررات المدرسية، بحيث أنه لا تقريبا لا ذكرى لهذه المسألة للعنصر اليهودي في المقررات، وأنا أظن أن هذا تقصير ربما كان له مبرر في وقت معين ولكنه الآن لا مبرر له. حبذا لو أنه مثلا في دروس التاريخ، في التاريخ مثلا، أن حمى نصوص لبرز دور اليهود في تاريخ المغرب، خاصة وأن الجيل الحالي لا يعرف عن اليهود أي شيء، ربما جيلنا كان آخر جيل عايش وعاصر اليهود وعرفهم عن قرب ولعب معهم أو تعامل معهم، ولكن هذا الجيل الحالي لا يعرف أي شيء عن اليهود، واليهودي بالنسبة إليه هو الإسرائيلي الذي يحمل بندقية أو ما تروج له بعض الأدبيات سمحهم الله، في حين
له مثلاً الأستاذة حنان سقاط بمساعدة الأستاذة بيزون سيمي والأستاذ عمر بوم عندما قاموا بأبحاث سواء في منطقة بالنسبة للسيدة حنان سقاط في منطقة كناس والسيد عمر بوم جنوب المغرب، عندما تحدث مع الجيل ما قبل المسيرة كلهم أكدوا لهم أنهم لم يكن بإمكانهم أن يقضوا يوما دون أن يتعاملوا مع اليهود، وأنهم من نهار كانوا اليهود كانت البركة، ونهار مشاو اليهود كانت الملح. وهذا يدل على أنه هؤلاء الأعداد من الجماعات المغربية كانت مندمجة في النسيج المغربي، وكان لها نصيب اقتصاد سياسة وكذلك صناعة الشخصية المغربية ثقافيا بالمعنى الواسع للثقافة، ليس فقط المعنى النخبوي، ولكن ثقافة شعبية وبكل تجليتها. هنا أود أن أركز على مسألة مهمة، لا يمكن فهم رافد الأمازيغي قطعا إلا بفهم نصيب اليهود في تشكيلة وتكوين واستمرارية تطور وانفتاح والرافد الأمازيغي. لماذا؟ لأنه في المناطق الأمازيغية بالضبط حيث كانت إكراهات الدم قليلة ومقلصة، وحيث كان هناك كثير من التبادل بين الأمازيغيين واليهود بشكل جعل مناطق معينة تعرفوها في جنوب أكادير في تسنيت مناطق أخرى كلها ذات ثقافة يهودية منغرسة، حيث أنه ناس ديال الدبدو مثلا، ناس ديال الفيقيق، ناس ديال فران جنوب، ناس ديال تسنيت، ناس ديال أكادير، ناس على طول الشريط من أكادير حتى الوردات، كلهم يعرفون أنه اليهود لعبوا أدوار مهمة في ليس فقط في التجارة، ما بقاوش محدود في التجارة، حتى في إنتاج القيم. وهذه مسألة مهمة ويجب على النشأ المدارس يعرفها. أود بعودتي إلى مسألة الهوية ذات النصيب العبراني في الهوية المغربية والأخطاء التي قد ترتكب. منذ 3 سنوات حل صاحب جلالة محمد السادس بمراكش لتدشين أي الملاح من جديد، وعند قيامه بافتتاح الملاح الباب الملاح تجرأ رئيس طائفة اليهودية الجماعة اليهودية في مراكش، قال له لقد غيرت الأسماء ووضعت في مكان لها أسماء أخرى. صدر فورا من القصر الملكي فورا يقول يجب إعادة أسماء الأصلية للأزقة، الزرقاء التي كانت تسمى إسحاق بن شلومو تسمى إسحاق بن شلومو، لا تسمى زرقاء حيفا. لماذا؟ لأن الذاكرة يهديه، لأنه لا استمرارية إلا لما هو يجب أن يكون مستمرا أصلي. ونفس النازلة يمكن أن نطبقها في اللغة، ما قال الأساتذة، لأن الأصلي هو الثابت والذي لا خوف عليه. شكراً أستاذ محمد حاتمي، شكراً جزيلاً.